محتاجين نتكلم بقى بإذن الله عن بعض الأوبشنز اللي موجودة في الوورد اللي بتساعد معانا كتير في تصحيح الكتابة وإحنا شغالين. طبعا يعني بعدنا يعني كلنا تقريبا بنبقى عارفين الوورد بيصلح معانا، لكن في أوبشنز تبقى موجودة ساعات لو أنت مثلا شغال على نسخة غير النسخة اللي أنت هتقعد عليها، سطبت أوفيس جديد، عملت أي حاجة أو كده، الأوبشنز ممكن تكون الديفولت بتاعها متغير. فأنا أنصحك إن أنت تراجع كده بعينك على الأوبشنز اللي موجودة علشان تستفيد أقصى استفادة من الوورد وأنت شغال وبتكتب. ممكن الوورد يحل لك مشاكل كتير من غير ما تحتاج بقى الأدوات الأونلاين والحاجات اللي زي كده. الوورد ممكن يظبط لك حاجات كتير معاك لو أنت مظبط الأوبشنز أو اختار الأوبشنز الصح. يعني هنيجي فوق في فايل، طبعا انت عارف فوق في هوم وانسيرت وديزاين، التابس اللي فوق في اول حاجه خالص فايل، تحت خالص في الاخر هنلاقي اوبشنز، دي الاوبشنز بتاعت الوورد عامه. تالت نوع من الاوبشنز اسمه بروفينج، يعني حاجه زي المراجعه مثلا او التدقيق او كده. في بقى كذا اختيار معانا، نبتدي بالاوتو كوركت. انا باجي هنا عند اوتو كوركت اوبشنز، ببص عليهم الحاجات اللي في الاول دي مش يعني مش قضيه قوي، كلهم بيبقوا صح، دي مش منها مشكله. تو انيشال كابيتالز، لو في بدايه الكلمه في حرفين كابيتال في الاول ففي الاغلب العام انت الحرف الثاني كاتبه غلط ما خدتش بالك منه. اول طبعا حرف في الجمله يبقى كابيتال، اول حرف لما تكون تكتب في خليه جوه جدول بتكتب حته كده جوه جدول المفروض ان انت تكتب فيها تبقى اول حرف فيها كابيتال. الحاجات دي سهله مش صعبه. النقطه عندي بتبقى ريبليس از يو تايب، دي ساعات هو متعود ان انت مثلا وانت بتكتب في كلمات مثلا مشهوره بيبقى فيها اخطاء، مثلا ايه تحط مثلا حرف مكان حرف، فهو متعود ان انت غلطان وانت بتكتب مستعجل على الكيبورد فيغيرها لك اوتوماتيك هو للكلمه الصح اللي المفروض تتعمل، فهو بيبقى عنده لسته طويله بالاخطاء المشهوره، هو يعني بيظبط الحكايه دي، انا ما اعرفهاش قوي بصراحه، هو بيظبطها. انا كياسر برضو عايز انبهك ان الاوبشنز دي وجهات نظر، يعني انت ممكن تخش على مثلا مواقع اونلاين على مدونات على فيديوهات يوتيوب او كده، هتلاقي كل واحد بيشرح لك من وجهه نظره وبطريقته. يعني انا بقول لك الحاجه اللي انا فاهمها او اللي انا احب اعملها، يعني انا ما بحبش ده ريبليس، ما احبش حد يغير لي كلام انا كاتبه، حتى لو هو شايف ان هو غلطان ينبهني يقول لي احنا ايه الكلمه دي غلط، ويديني لما ادوس عليها كليك يمين يديني الاوبشنز بتاعتي، لكن ما يغيرش وانا بكتب، لانه ساعات ممكن يحط كلمه مكان كلمه هو متهيئ له ان هي صح وهو في الحقيقه باعد المعنى اكتر وانا ما خدتش بالي، لانه انا كتبت حاجه ودخلت على الكلمه اللي بعد منها وانا بكتب بقى مستعجل وكده وهو راح مغير لي الحاجه على طول، فانا ما بحبش الحاجات دي فبشيلها يعني. لكن انا بنبهك للايه للي بشوفه. بعد كده النوع بعد كده اهوت بقى نرجع تاني للاوبشن، احنا كده خلصنا اوتو كوريكت، بقيت الحاجات الاوتو كوريكت ان شاء الله كويسه مفيش منها مشكله. بعد كده نيجي بقى على السبيلنج، اول اربعه في السبيلنج دول برضو مفيش منهم مشكله، اجنور ووردز ان ابر كيسز، يعني ابر كيس يعني مثلا انا مثلا وانا بكتب شغل الماتيريال مثلا بكتب ايه كاركترايزد باي اكس ار دي، وبكتب حرف الاكس كابيتال ار كابيتال الدي كابيتال، الطبيعي ان دي كلمه ما يفهمهاش واحد، يعني ممكن يطلع لي يقول لي دي غلط اكيد انت في حاجه غلطان فيها ايه اكس ار دي، بس طول ما انا معلم صح ان هو فهو بيعمل اجنور بيتجاهل الكلمات اللي فيها حروف كابيتال كلها اف تي اي ار وهكذا فيتجاهل الكلام ده، فانا ده عادي ان هو يتجاهله، طبيعي ان هو يتجاهله، فانا بسيب الاوبشن ده موجود. برضو الكلمات اللي فيها ارقام، مثلا انا بكتب مثلا اسامي عينات فبكتب مثلا سامبل مش عارف مثلا زد مثلا ان اف اي مش عارف ايه شرطه واحد اتنين مش عارف كذا 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 واحد ثلاثة كذا كذا واحد أربعة، فأنا بكتب أسامي عينات وفيها أرقام فمش عايز يطلع لي دي أخطاء، أنا هو متخيل إن دي فيها أخطاء، لا إحنا عارفين إن في كلمات بيبقى فيها أرقام زي أسامي عينات فسيبها تجاهلها ما تشغلش بالك بيها. برضو التالتة دي مش قضية أوي، إحنا نادرا ما بنحط مواقع إنترنت فلاج ريبيتد ووردز، يعني مثلا إحنا وإحنا بنكتب غصب عننا مثلا بنكتب ذا كذا وبعدين ذا دي كتبناها مرتين ذا ذا كذا، مش واخدين بالنا من الكوبي بيست مش عارف ايه بتاع، فايه حطينا ده مرتين فبياخد باله يقول لك انت مكرر الكلمه دي مرتين ورا بعض، انت قاصد اللي انت مكرره ده ولا انت غلطان فيها؟ طبعا في الاغلب العام تبقى غلطان فيها يعني، فبنخليها زي ما هي مفيش منها مشكله. الاوبشنز دي شرحها مايكروسوفت شرحها كده كده في الموقع اهو قدام منك تحت، فانا عشان بس ما افضلش ادخل على النت كل شويه انا واخد منها سكرين شوت ومحطوطه قدام مني هنا عشان تبقى معايا في البرزنتيشن باستمرار لو حبيت ارجع لها او نسيت حاجه او كده، فايه دول موجودين عندك لو انت حابب ترجع لهم بعد كده يعني. طيب بعد كده زي ما اتفقنا كل ده واحنا ماشيين كويس في ريدابيلتي ستاتستكس، دي الاحصائيات اللي بتساعد على سهوله قراءه المحتوى اللي انت كاتبه، فانا بخليها صح مفيش منها مشكله. بعد ما اكتب مثلا كتبت كلام مثلا على كتبت كلام بقى على الوورد مثلا كتبت بقى كذا زي ما كتبت، باجي على ريفيو فوق في التابس اللي فوق عندي، باجي على ريفيو اول حاجه خالص السبيلنج اند جرامر ببتدي ادوس عليه بيطلع لي الريدابيلتي ستاتستكس. خلاص من ضمن ما بتطلع معايا
طبعا لو يعني لما بدوس على سبيلنج اند جرامر لو في اخطاء هيبتدي يطلع لي على جنب كده ينبهني للاخطاء ونشوف. لو انا خلصت وعملت اجنور بقى لكل الحاجات اللي انا مش عايز يعني مش عايزه يشوفها وكده، خلاص انا ظبطت كل حاجه، هو هيطلع لي جدول الاحصائيات. ده الجدول اللي عايزين نركز فيه دلوقتي. الجدول ده بيقول لي بقى عدد الكلمات اللي انت كاتبها. انا مثلا كنت كاتب هنا فقره التجربه يعني، بس من باب ان احنا نجهز الحاجه، فايه كاتب 188 كلمه، بيقول لي عدد الجمل بتاعتك قد كده، هو باراجراف واحد اللي انت كاتبه. كل ده سهل مش صعب مش قضيه، واحنا شفنا مع بعض يمكن ادوات فوق في الحاجات الاونلاين بتعمل برضو نفس الفكره يعني. يعني الافريجز المتوسطات، عدد المتوسط عدد الكلمات في كل جمله، متوسط عدد الجمل في الباراجراف، لو انت كاتب كذا فقره يقول لك كل كده فقره فيها في متوسط كام جمله، كل دي برضو ارقام لطيفه. انا يهمني الريدابيليتي هنا، هو سهوله القراءه. الريدابيليتي فيه نوعين من الاختبارات في الاخر دول اللي يهموني. انا يعني ما يفرقش معايا، حتى انا مش بعرف انطق اسم الاختبار ده، ما يفرقش معايا، انا يهمني المعنى بتاعه او الرقم بتاعه ده معناه ايه. اول اختبار ده هو بيديني رقم لغايه 100، المفروض كل ما تقرب على 100 كل ما يكون الكلام بتاعك سهل وبسيط، فهو عايزك تكتب حاجه قريبه من ال 60 او ال 70، يعني تكتب 70 كده بحيث ان الكلام يكون بسيط وسهل خالص. انا هنا السكور بتاعي طالع 6، يعني بدل 60 طالع لي 6، فهو زمانه بيصرخ جوه يعني، هو بالنسبه له الورد متضايق قوي دلوقتي، انا مبسوط ان هو متضايق كده، لانه كل ما يطلع 60 و70 و80 والكلام ده يبقى كلام بسيط خالص، كلام انجليزي عامي انجليزي عادي، انا مش عايزه كده، انا عايز انجليزي يعتبر على انجليزي للكتابه الاكاديميه، انجليزي علمي انجليزي اكاديمي، فلازم يكون السكور بتاعه قليل، فكل ما ينزل قوي كل ما يكون كويس بالنسبه لي، فانا ببقى سعيد بيه كده. ويمكن كنا اتكلمنا عن محرر هامينجواي فوق برضه نفس الفكره، بس هو بيديك رقم كلمه زي بوست جراديوت او كده، هو بيريحك، لكن هنا ده ايه رقم يعني. الاختبار الثاني ده هو بيدي لك الجريد ليفل شبهه كده برضه شبه هامينجواي، بيقول لك المستوى الطالب المستوى الدراسي للطالب الامريكي اللي ممكن يفهم الكلام ده. فالطلبه في امريكا المستويات بتاعتهم اهيت، الطالب مثلا في ثانوي بيبقى عنده جريد من 9 ل 12، فلو الرقم اللي طالع معاك ده يعني هو 12، ده معناه ان الكلام ده يفهمه طالب في ثانوي، هو يتمنى ان الكلام يبقى 12 او اقل يعني، بحيث ان الكلام يبقى الانجليزي بسيط وسهل ويتفهم، انا ما بحبش كده، انا عايزه يطلع رقم اعلى بكتير من 12، فهو هنا طالع معايا 17، فده معناه ان هو كلام قوي كلام تقيل، ان هو ده المطلوب ان الكتابه تكون قويه ودسمه وفيها الكتابه على مستوى اكاديمي يعني. كل ما ينزل معايا الرقم الاخراني ده كل ما انا مش هبقى سعيد او مش مبسوط. فانا الشرح برضو بتاع الحاجات دي موجود هنا، انا واخده سكرين شوت من على الموقع في مايكروسوفت، لو انت حابب ان انت ايه ترجع له يعني تعرف تفاصيل اكتر عن الاختبارات دي، بس انا حبيت اعرفك ان انت ايه لما تخلص كتابه كلام معين قبل برضه ما تبعته للمشرف بتاعك ممكن تبص على الرقمين دول الريدابيليتي، تتاكد الرقم الاولاني اللي فيهم كل ما يبقى قليل كل ما يبقى حاجه كويسه، الرقم الثاني كل ما يعلى فوق ال 12 بمسافه يعني قرب مثلا 16 17 زي كده بيبقى حاجه كويسه ليه. اتفقنا؟ تحت الريدابيليتي بقى في عندي هنا ده اوبشن مهم جدا وخلي بالك منه، عشان في بعض الناس ممكن يكون ايه مركز مع الجرامر اونلي، لا انا عايزك تخلي الوورد يراجع لك الجرامر والستايل كويس. الستايل يعني مثلا زي ايه حاجات بقى ليها علاقه بال، هنشوف الاوبشنز بتاعتها الموجوده دلوقتي، بس انا يهمني الستايل جنب الجرامر مش الجرامر بس. ندخل بقى على السيتنجز بتاعته ونبص مع بعض نشوف الاوبشنز اللي هو عاملها جوه الايه الحاجات اللي الوورد بيراجعها. هتلاقي قائمة طويلة من الحاجات زي ما انت شايف، في الجرامر بيراجع كابيتاليزيشن بيراجع كذا حاجة هنتكلم فيهم، في الستايل بقى بيراجع الحاجات دي كلها، احنا هنمشي واحدة بواحدة كده ونشوفهم. طبعا بعد الحاجات دي لسه في حاجات تانية كمان في الستايل كل ده بيراجعه. انا بخلي اغلب الاوبشنز دي موجودة ما عدا حاجتين، ما عدا حاجة واحدة هقول لك عليها بس، لكن كل الاوبشنز دي انا بخليها راجعها مفيش منها مشكلة يعني، عشان بس الوقت عشان مش هطول في الفيديو عن كده. برضه نفس الفكرة على مايكروسوفت شارحين كل الاوبشنز دي، فانت دي الصفحة لو عايز تدخل عليها بنفسك، انا واخد منها سكرين شوتس برضه لو عايز ترجع لها. اول كام حاجه دول مش مشكله عشان بس ايه الوقت. كل الاوبشنز كويسه، بيراجع لك كابيتاليزيشن في جرامر، بيراجع لك السبجكت فيرب اجريمنت، ده مهم بالنسبه لي لانه بيراجع يعني مثلا this study مثلا conclude that هذه الدراسه تستنتج كذا كذا كذا، ساعات واحنا بنكتب ما ناخدش بالنا نقول this study conclude that، كان المفروض تبقى conclude مثلا، فبيظبط لك التوافق ما بين الفيرب ما بين الفعل والفاعل، الحاجات دي بتبقى مهمه. في كذا حاجه ثانيه punctuation والحاجات دي زي علامات الترقيم والكلام ده، كل ده كويس وكل ده مهم بصراحه بيبقى مفيد يعني. جوه الستايل بقى في حاجات كتير احنا مش عايزين ندخل في تفاصيلها، احنا ان شاء الله هنبقى نتكلم عنها تحت بقى كده في الفيديوهات الرئيسيه. انا بس يهمني الباسيف سنتنسز دي، انا بتزهقني في عيشتي بصراحه، اغلب الكتابه الاكاديميه باسيف، يعني اقول مثلا الكيماويات واز بيرشيزد مثلا فروم شركه كذا، مش لازم نعرف مين اللي اشتراهم، مش لازم ابنيها للمعلوم، فانا ببنيها للمجهول.
هم بيحبوا في الكتابه الانجليزي ان كله يبقى مبني للاكتف، كله مبني للمعلوم، فبيزهقني في عيشتي كل شويه، فانا بشيل اللي تشيك من على كلمه باسيف سنتنسز دي، بقول له يعني ما تشغلش بالك لما انا اكتب لك باسيف، ريح دماغك مالكش دعوه، يعني تجاهلها. بقيه الاوبشنز ان هو سنس ستراكشر بيظبط لي الجمل الطويله، بيظبط لي كذا حاجه، كل الحاجات دي سهله ان شاء الله بتكلم فيها بعدين عشان بس الوقت. هنا اليوز اوف فيرست بيرسون، يعني لو لقاك كاتب اي ومي يبتدي ينبهك، لانه في الابحاث مش هتكتب مثلا اي عملت كذا، اي مثلا كوندكتد كذا، ما بتقولش اي، بتقول مثلا المفروض كذا واز كوندكتد، مثلا الدراسه تمت على كذا كذا كده، يعني ما بنكتبش اي خالص في الابحاث، فالاوبشن ده ما بيبقاش متعلم عليه، فانا بعلم عليه، يعني هو مش معمول عليه تشيك، هتلاقيه فاضي، يعني بص فوق هنا اهوت هتلاقي ايه؟ هتلاقي اليوز اوف فيرست بيرسون دي، هتلاقي علامه الصح دي مش موجوده، فانا انصحك ان انت تحطها صح، عشان وانت بتكتب لو كتبت اي عملت كذا 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 هيجي ينبهك يقول لك اي ده يعني مش صح ان انت تستخدمه يعني. خلاص؟ لكن للاسف في مشكله ان انا مثلا لو كتبت وي مثلا وي كوندكتد كذا، وي انالايزد ذا داتا فور كذا كذا كذا، بيعديها رغم انه برضو وي عملنا كذا كذا كذا، دي مش حلوه في الابحاث، لكن في مجلات حاليا بدات تتقبلها، يعني واحده واحده بدا يبقى في قبول لحته وي كوندكتد او وي انالايزد او وي الفاعل وي ده بداوا يتقبلوه، لكن المجلات المرموقه والكبيره متهيألي ما بتقبلوش برضو لسه. فكده كده انا انصحك ان انت اغلب كلامك يبقى مبني الباسيف يعني، واتكلمنا عن الباسيف سنتنس زي ما قلت لك حاول تشيلها، انا ده رايي الشخصي، وانا باكد عليك المره الثانيه الاوبشنز دي حاجات اختياري، كل واحد له وجهه نظره على يوتيوب وعلى القنوات المختلفه وعلى المدونات وصفحات الانترنت وكده، انا بقول لك الحاجه اللي انا فاهمها حتى الان، وعلى قد ما بشتغل ان الوورد بحر طويل يعني عميق جدا، بس بيريحني وانا بكتب بدل ما افضل كل شويه اخد كوبي بيست واروح اشتغل على مواقع اونلاين والف من هنا لهنا، هو عامل الوورد قوي جدا على فكره، واللي فاهم الاوبشنز بتاعته بعمق يقدر يستفيد منه كويس جدا. لكن انا بنبهك علشان في بعض الزملاء زي ما قلت لك ممكن مثلا يكون شغال على مسطب نسخه جديده، شغال على لاب تاني، مش عارف ايه، مش واخد باله من الاوبشنز دهيت، فالاوبشنز اتغيرت منه وهو مش بيستفيد من الخدمات اللي يقدر يقدمها له. فانصحك ان انت دايما تبقى عينك كده على الحاجات دي، تراجعها من فتره للتانيه، ولو انت شغال على نفس النسخه بتاعتك باستمرار بص عليها اول مره، ظبط تاكد ان هي كلها مظبوطه، وبعدين ان شاء الله ينطلق ربنا يوفقك تقدر ان انت تكتب يعني تطلع ان شاء الله شغل كويس، ربنا يسهل ان شاء الله. بس نكمل بقى باذن الله الفيديوهات اللي جايه. شكرا.